نقدر نقول السيئة اللي بتبدأ مع الطفل من سن صغيرة. ازاي نعود اطفالنا على عادات سليمة تفيدهم وتكون ليها دور في يعني رفع قدرتهم على التركيز، خاصة مع العام الدراسي ده اللي هنحاول نعرفه من خلال الاتصال التليفوني مع الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتور. يا صباح النور، صباح الخير يا دكتور مجدي، وكنا صباح بنسأل حضرتك الأنوار. على أهمية الفول السوداني والسمك والجزر والبيض، وخاصة المقولة أكل الجزر بيقوي النظر. يعني هو مش بس بيقوي النظر، ده بيقوي المناعة كمان. تمام، وطبعا احنا لاحظنا ان في امراض كثيرة منتشرة في الانسان حاليا، زي مثلا الحساسيات، زي السرطانات، زي نقص المناعة، زي امراض كثيرة جدا زي الضغط والسكر والسمنة. الحاجات دي ما كانتش موجودة عند الأجداد. الحاجات دي كلها نشأت عن ما يسمى العادات الغذائية الخاطئة. العادات الغذائية الخاطئة نشأت في مرحلة الطفولة، يبقى دي المرحلة اللي احنا نتك عليها ونأكد إن احنا ممكن نمنع الأمراض اللي بتيجي في الإنسان الكبير عن طريق العادات الغذائية في مرحلة الطفولة. هنشوف العادات الغذائية الجيدة وننميها، والعادات الغذائية الخاطئة ونحاربها. يبقى هنحارب من هنا ورايح، هنحارب إن احنا نحط الملح قدامنا في السفرة، هنحارب إن احنا نحط السكر عمال على بطالة أكلنا، وحابب إن إحنا ناكل النشويات الكتير والمواد الحافظة الكتيرة والحاجات المقلية الكتيرة والدهون المرتفعة. هنحارب الأغذية الغربية السريعة، وهننشط العودة للأغذية الطبيعية، ونسأل أنفسنا كل يوم إحنا أكلنا أغذية طازجة، أكلنا أغذية مش مطبوخة، أكلنا أغذية خضراء. الحاجات دي كلها مهمة قوي، لأنها يعني بتمنع أمراض كتيرة. زي ما حضرتك اتكلمت مثلا، قلت إن الجزر مش بس هقول بقى الجزر بيقوي النظر، لا، الجزر اهم جدا لمناعه الجهاز التنفسي، خاصه لانه بيحمي الغشاء المخاطي اللي بيحدث فيه الالتهابات والحساسيات والسرطانات. وسهل جدا عن طريق جزره ولا جزرتين كل يوم اقي نفسي من امراض كثيره جدا بتصيب الجهاز التنفسي. برضه نفس الشيء، ان احنا لو قللنا من الملح في حياتنا، مش بس هنقلل من السمنه، الملح نفسه اذا يكثر في جسمي هيضر الكلى وهيضر القلب، ولكن ايضا هيضر الرئه، بمعنى ان هو هيختزن الميه. اما يختزن الميه هيخلي حركه التنفس عندي صعبه، هيخلي السيطره على الربو اصعب، وهكذا. يبقى بس بسهوله قوي ان انا امنع الملح من ترابيزه السفره، وامنع الحاجات اللي هي فيها ملح منتشره في الاسواق ورقائق البطاطس المشهوره دي كلها، بلاقي نفسي ان انا فعلا بسيطر على مرض صعب زي الربو. برضو اللي احنا نحاول نركز ان احنا ما ننساش وجبه الفطار. وجبه الفطار هامه جدا للناس بشكل عام والطلبه. وجبة نعم الإفطار دي طيب بتمد الإنسان بسعرات حرارية هامة، إذا ما خدهاش وقت الفطار وخدها بعد كده وقت الغداء وقت يا دكتور، العشاء. في بعض الأسر أصلا الأب والأم مش بيفطروا، فبالتالي الطفل بيطلع بنفس الطريقة ما هو بي العادات الغذائية دي لازم يكون فيها تعود، وإن إحنا ننشط أنفسنا ونعود أنفسنا، وإحنا قدوة كمان. يعني نعم إحنا كلنا من هنا ورايح، نصحى بدري يعني ننام بدري، يعني لازم كلنا نتناول مع بعض الفطار وما ننساش الحتة دي. ليه؟ لأن إحنا هندمر مستقبل أمة كاملة لو إحنا أهملنا وقبة الإفطار. هام جدا لكل اللي بيسمعونا دلوقتي إن هم يفطروا مع أولادهم، يفطروا مع الأسرة كلها، ويبقوا قدوة ليهم، لأن فعلا هي بتسيطر على معدلات السمنة. اللي بياكل مرة أو مرتين بيسمن أكثر، يبقى عنده السعرات الحرارية التزام أكثر، ده بيخليه ياكل كتير، هرمون الجوع عنده بيبقى أكثر، ما بيحسش بالشبع، يقعد ياكل ياكل ياكل، والمعدة تبقى مليانة والمخ مش جريان، بيدي أوامر كلي كمان وكمان وكمان. يبقى لازم الفطار ده ناخده ويكون فيه أغذية خضراء، والسلطات طبعا مش هوصي عليها، بس مش مرة واحدة في اليوم، السلطة مع كل وجبة. وكمان الناس اللي عندهم زيادة في الوزن والناس اللي خايفين من معدلات الأمراض المنتشرة، يعمل وجبة صغيرة وهو بيتفرج على التلفزيون، وهو مثلا قاعد الساعة 5 بدل ما كانوا بيشربوا قهوة زمان أو شاي معرفش إيه، لا، يجيبوا وجبة كده صغننة، طبق صغير فيه سلطة وياكلوه كلهم، أو فاكهة بس تكون طازجة. نعم الحاجات طيب دي مهمة جدا، عايزين ننشرها في الأجيال الجديدة إن شاء الله. دكتور مجدي بدران، اشكرك جدا، ونتمنى ان أشكرك. هذه النصائح نستفيد بيها ويستفيد بيها كل رب اسره وربة اسره لصالحهم ولصالح اولادهم. اشكرك جدا يا فندم. أشكرك أشكرك. الله. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم، وفي عندنا موضوع برضو المجلس التنفيذي لمحافظه السويس عقد اجتماع لمناقشه مشكلات مياه